السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. نواصل في دورتنا كرياسيون دا بلوغ. اليوم كما وعدكم الفيديو اللي فات، باش نعملو نربطو الدومان اللي شريناه جديد بالبلوغ نتاعنا. هذه الواجهة الرئيسية في البلوغ، تبقى البلوغر هذه الواجهة الرئيسية نتاعنا. نجي لهنا في البارتي هذه عاد نمشي الاعدادات. اذا كان بالفرنسي باش تلقاها بالطبيعة على اليسار، باش تمشي البارامتر لهنا. النشر العنوان نتاع المدونة نتاعنا حاليا موجود هو هذايا oneblogspot.com. هنا نحبو نولي .com، نجيو لهنا اعداد عنوان ياري. في الكرو هذا اول حاجة نعمل دبليو في طبعا. بعد نجيب الدومان نتاعي اللي شريته، هذا نعمل عشان قاعد هنا في ماي برودكتس، ندخل على جودادي نكليك على ماي برودكتس ونجي لهنا هذا زائد كما هو كوبي، نرجعو لهنا نعمل له كولي، فاهمين؟ بعد نمشي بحفظ. لم نتمكن من التحقق من ملكيتك لهذا النطاق، اش طلب مني؟ طلب مني نمشي لش اسمه الباص اللي شريت منها الدومان ونحط البيانات هذه عنده. كيفاش؟ نجي لجود هذه لهنا، هذا السيت نتاعي الدومان نتاعي، نمشي بي ان اس، بي ان اس شرجي فلاش هذا. لهنا عندي دومان هذا اسمهم سي ان سي نيم، سي نيم هنا كاين هذا سي نيم اللي هما هذوما اللي عندي لهنا. لهنا جاني الميساج هذايا قال لي بليز فيريفاي يور ايميل، يور فيريفاي يور ايميل. ما عملناش الفيريفيكاسيون تاع الايميل نتاعنا نتاع شو اسمه الكونت اللي عملناه في جود هادي، ثم عملناش الفيريفيكاسيون لان لازمنا نمشي ندخل للايميل، ندخل الايميل نتاعي نلقى ايميل جاني هو الفيريفيكاسيون، ندخل لهنا نعمل فيريفاي ايميل ناو، صارت الفيريفيكاسيون. نعمل فيو ماي دومينز، طبعا نعاود نرجع للباج هذيا تاع الدومينز تاعي، نمشي دي ان اس الايميل تاع الفيريفيكاسيون. يعني طول نجم نعمل مع التعديلات اللي نحب عليه انا بالضبط. هذا ما اللي قلنا من بكري باش نعمل عليه التعديلات نتاعنا سي ان ان هذه والسي ان ان هذه. اذا كان تحب تعدل ديريكت او الطريقه اللي نفضلها انا، اني نجي نفصل هذه نعمل ديليت ديليت، نجي هذه نعمل ديليت زاد ديليت ونعمل اد نيو، نعمل اد اختار سيلكت اختار الهوست، نجي ناخذ دبل في دبل في هنا بلاك ونخلي قدام هذا جيني كلمة سيف عمل سيف، نعمل اد بالعادة باش نجيب هذه نزها كلي للهوست البلوجر، نزها كلي لهنا نجيبها على الهوست كلي لهنا نجيبو هذي كيف كيف اوكي لهنا كلي
أرجوك كلمة سيف، أعمل سيف، المهم سطر، نرجع هنا في البلوجر، نجي نعمل له حفظ، ساعات تعمل حفظ تمشي لك ديريكت، ساعات تبقى شوي، بس احنا نعمل حفظ. سيبها صار التعديل متاعنا ولا الدومين ولا السيت متاعنا كان كوم، عامل عرض المدونة نساء هاي الريال عرض كان كوم. كما لاحظتوا وقت عملت عرض المدونة خرجت لي لهنا ما حبش تخرج، علاش؟ خاطر خرج لي مساج هذا تعذرت معالجة شهادة طبقة المقابس الآمنة HTTPS. HTTPS عادة ما تخدمش ديريكت، يعمل HTTP ننزل كل تخرج لنا نورمال ديريكت، نعاودو نشوفو الإعدادات مرة أخرى. سيسمح بتشغيل توفر HTTP للزائرين، يعني ما زال تو ما HTTPS تو ما تفعلتش، إن شاء الله شوفوا بعد شوي إذا كانت نزيدوا نستنوها شوي، سينو خاطر نشوفوا كيفاش نخلوها تولي تمشي HTTPS. قعدنا دقيقتين ولا ثلاثة استنينا شوي وجيت نشوف لهنا عملت عرض المدونة وتحلت معايا عادي جدا HTTPS، إذا تستنى شوي وهدو تحل عادي جدا. تبقى حاجة واحدة لازم نقولها، حكيت أن فهم برشا عباد يجي يكتب اسم المدونة على هنا، يكتب مثلا ريال عرب كوم من غير دبليو دبليو دبليو، ما تحبش تتحل، شنو الحل متاعها بالمشكلة هذي؟ أنك تجي لهنا تحل كما عملنا شو اسمه التعديل على التعديل هنا مش فاهم جيل هذيل العنوان المدونة يعني عملناه جديد اللي شريناه دوما اللي شريناه نعمل تعديل لهنا نهبط فوق شوي نعمل إعادة توجيه ريال عرب كوم الى دبل بي دبل ريال عرب كوم، جي نعمل لها نكليكيها نكوش هذه ونعمل كفر وتولي معاش تجيني المشكلة هذه نهائيا. لهنا يكون كملنا الفيديو متاعنا ان شاء الله، نكملوا في الفيديوهات القادمة.